تنظيم مسابقة وطنية تعيد تلاميذ السنة الخامسة لأجواء الدراسة، هي المبادرة التي قامت بها هذه المجموعة من الأساتذة بعد أن تم إلغاء الامتحانات الرسمية بسبب كورونا. مسابقة وطنية شارك فيها أزيد من 20,000 تلميذ، لتكون المبادرة فضاء للتفاعل بين الأساتذة والتلاميذ وكذا أوليائهم. بفضل الله عز وجل ثم الأساتذة اللي سخروا كل أوقاتهم صراحة، مش اليوم فقط حتى من قبل، اللي راهم متواصلين مع 20,000 تلميذ ترشح لهذا المسابقة. حددنا أسئلة بشكل عادي جدا مثل شهادات التعليم الابتدائي، راعينا الدروس، راعينا طريقة إعداد المواضيع، طريقة إعداد الأسئلة. كانت هناك عدة لجان، لجنة اللغة العربية مسؤولة على إعداد موضوع اللغة العربية، لجنة مكونة من أساتذة مختصين في اللغة الفرنسية داروا لنا الموضوع تاع اللغة الفرنسية، إلى جانب طبعا المادة الرياضيات. المسابقة الوطنية لشهادة التعليم الابتدائي البديلة جاءت يعني لإعادة رفع معنويات التلاميذ، خاصة في هذه الفترة اللي رانا نمروا فيها اللي هي مع جائحة كورونا وراهم في الحجر المنزلي، يعني حتمكنهم، قلنا راهي رفعت المعنويات تاعهم من جهة، ومن جهة أخرى راهي تمكنهم من مراجعة الدروس اللي كانوا استفادوا منها خلال الفصل الأول والثاني. محمد واحد من التلاميذ الذين اختاروا المشاركة في امتحان السانكيام الافتراضي هذا، ويقوم بإنجاز المواضيع بعد أن قام بطبعها. تلاميذ السنة الخامسة اجتهدنا كثيرا في الفصل الأول في الفصل الثاني لاجتياز امتحان نهائي الابتدائي. الأسئلة جاوني صعب شوية، مي بصح جاوبتني. الحمد لله بعد المبادرة، نشوف أنا الولد راهو الحمد لله راهو قايم بالأمر، هاد الأسئلة اللي عطاو لهم يعني لي سوجي هادوما، والحمد لله شفناهم في متناولهم، وإن شاء الله يكون يعني مبادرات أخرى من الجانب تاعهم، وربي يوفقهم وربي يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله. امتحان افتراضي من شأنه تشجيع تلاميذ السانكيام على مواصلة المثابرة والجد، ويكسبهم ثقة في أنفسهم ويشعرهم بلذة النجاح.